السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. تحياتي لكم متابعي قناة سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب أينما كنتم. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اليوم يا شباب الأربعاء 27/9/2023، إحنا الآن بسوق الغنم في محافظة إدلب شمال سوريا. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. ما شاء الله تبارك الله يا شباب، اليوم برزق بالسوق، والأخراف اللي عملت عليهم تجربة تسمين نزلتهم الآن على البيع، فراح أصور لكم إياهم ونشوف. طبعا احنا انا قصرت معاهن بالفتره الاخيره، انشغلنا بالظروف اللي تمر بها محافظه دير الزور، اهلنا هناك بالدير قاموا يمرون بظروف يعني صعبه، فانشغلت والله يعني وقصرت معاهن من حيث اللقاحات، من حيث المتابعه اليوميه. اي نعم، وسبحان الله ربطناهن بفتره ما تربط بها الاخراف، ربطناهن بشهر 8، وحسب الخبرة يعني شهر 7 وشهر 8 ما هن أشهر ربط، لأن الجو فيه حار وزيادة فيه قليلة. الآن تابعونا، لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الاشتراك وزر الإعجاب. وصلنا هذا الفيديو ل 3000 لايك، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شباب يوم السبت ضيعنا مبلغ بسوق مشمارون، ضيعنا مصاري بسوق مشمارون مبلغ دولار. فاللي لقاني يا شباب يتواصل معنا وإن شاء الله ما ننسى من المكافأة. طبعا هذا واحد من الشباب يعني مضيع المبلغ يوم السبت وهو طالع من السوق. عمين دفع 77 ليره تركي ابو جاسم، ايش قد بها اوزان ابو جاسم؟ 50 55. ما شاء الله تبارك الله، خوش بضاعه. لين ابو حمزه هاي لك عمي؟ اي والله. اللهم صل على محمد. شلون ابو جاسم، شلون عمي، ايش اخبارك؟ ايش قد طلبتوا بها عاد، ايش قد فصلتوها؟ عملت له 85. 85 80 جباره للبيع. اي اللهم صل على محمد. هذا بالنسبة لسعر العجل اليوم بالسوق. اللهم صل على محمد، الله يرزقك يا ابو جاسم حبيب الله. يسلمك. اي نعم. ليره تنقايب 100 ليره وما بعت. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الصلاة والسلام على رسول الله. 55 55 55ات. اللهم صل على محمد. 100 ليره يعني شيء 3 دولارات و 73 70 لا لا فوق ال 70، 3 دولارات فوق ال 70. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هاي الفطايمة السرحية 100% لأبو النوري، مليون بالمية يعني بضاعة أبو النوري، ما يشتغل غير بالفطيمة هاي. اللهم صل على محمد. شوف ايش قد أسعار الفطايمة مثل هاي يا شباب بسوقنا اليوم. شوق أبو النوري لكمو من شفتني. والله من دحك دائما بيت قد ذل أبو النوري حبيبي. أبو النوري ايش قد قام تطلبين أبو النوري؟ والله عندهم هذا ما أعطوك شيء، ما دفع لك شيء، ما صار بهن 25 27 والله صار ب 100 دولار. 100 دولار انا قلت جيت اقول 100 دولار يعني. يا عمي ابو عمر شلونك، شخبارك؟ صباح. شلون صحتك؟ الحمد لله نشكر الله. اللهم صل على محمد. ايش قد العدد ابو نوري ما شاء الله؟ العدد 12. اللهم صل ان شاء الله العدد يزود ما ينقص. الوقت الله يبارك لكم ان شاء الله، ونبارك بكم ان شاء الله يصير 120 ان شاء الله يا رب. نعطيك 20. اي والله. لا ابو صراع ابو حمزه على الكاميرا مباشره امام المستمع ويا اخونا بنوره. اي نعم حياكم الله. ما اندفع به شيء اليوم لسه؟ والله لسه هاي وصلت لسه ما صار شيء. اللهم صل على محمد. ضاعه حلوه والله، ضاعه سرحيه. هاي شنو شغلها، شغل عمي ابو عمر؟ بيع وشراها. شنو شغلته يعني اللي ياخذها شلو بيها؟ والله يا ابن عمي هاي شغله والله تعجل هدية على العالم هاي. تصير جنيه. جنيه كلها جنيه. اللهم صل على محمد. تعجل العالم هاي. عندك رجع. وتصير استطلاع. كل استطلاع مثلنا وياك. اللهم صل على محمد. ما شاء الله بضاعة حلوة، بضاعة حلوة زينة. الله يرزقك يا ابو عمر ويرزقك يا ابو نور. طول عمرك يسرع عرضك ويشرح صدرك. الله يسخال يا شباب، الصلاة والسلام على رسول الله. نشوف لكم اسعار اسخال المثل هاي عندنا بسوق ادلب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بعت 80 قلب بيت السوق ما جي، يا كبر يا حمود 80 خالص والله منها. تعال بلك الله وانت عدلت العنس والجن 80 خالص من الحوش. لا حقا انا من نصر ما لك حجي واحد من 78 ما عد 78 ما عد لهوي قال لنا حب رخصانة شباب السوق 80 لاي بلاخر خيو 80 خاصات مشكا اسكت انت والله ما شد والله ما اذا ليك وجدي ليك وجدي الباع والله يكسب عليك شد قام يفصل لهم 80 ليره تركي يا شباب 80 ليره تركي اخونا ابو عمر الدولاني اخونا ابو عمر الدولاني قام يفصل لهم 80 ليره تركي اللهم صل وسلم على نبينا اسخال هاي الله تبارك الله احسن الخالق
والصخلات يا شباب ما شاء الله تبارك الله، يصير المجنويات ويصير اللحم، الصلاة والسلام على رسول الله. ولكن كون النسمان قام ينباعن لحم بضاعة حلوة وما شاء الله تبارك الله. وين رابط أنا؟ اللهم صل على محمد. من وين جايت؟ من الجبال؟ منين؟ رابط أنا عندي الباطة. وين بأي ضيعة؟ كفر يحمون. كفر يحمون؟ اللهم صل على 50. يعني هاي والله ليش تنذبح؟ هاي حلوة ما شاء الله شكل وتصير مجنوية. اي والله هاي اللهم صل. كل مجنويات كل ما شاء الله تبارك الله. كل بس موسمان شوي الناس قام تدفع بالكيلو. اي ما شاء الله هاي تقول شامية الصلاة والسلام على رسول الله. ما شاء الله ما شاء الله هاي لسه احلى واحلى. اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل. ما ندفعوا لك بين زيف شيء؟ اللهم صل. ايش قد وصلنا على الكيلو لحد الان؟ والله بعت منها 80 وبعت الصبح نعم على 77. اللهم صل على محمد. 80 وب 77 على الكيلو. من 25 كيلو فوق ايش هذا؟ هاي ما تصير مجنويه هاي؟ ذانها قصار رقبتها طويله لونها حلو. اللهم صل على محمد. حقها 65 ان شاء الله تلقي ب 5000 يا حاج من 10 ان شاء الله. نعم. شلونك عم ابو زياد؟ شلونك شو اخبارك؟ الله يسعدك. شنو؟ الجد 13 منك. هذاك 15. تمام. هذا يا شباب فصل 13 عم يقولوا فصل 13 1300 ليره تركي. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل على محمد. يعني طول 42 4200 ما اعطوك على الكيلو شيء؟ ما اعطونا على الكيلو والله. حلوات كويسات والله زينات حلوات. اي نعم والله حلوات. يجن جرن الخشن بيعه بسيطه هجنها. اللهم صل على محمد. طلب لي 5000 ودفعوا لك 4000 42 4200 الواحد. اللهم صل على محمد. الله يرزقك يا ابو زياد. على الخراف لابو سليم يا شباب الصلاة والسلام على رسول الله. من وين قام تجيب الذهب يا ابو سليم؟ الله يا ابو حمزه ما نشتغل طيب والله بضاعة زينة ما شاء الله. اللهم صل. مشترى ولا رباطة هاي مشترى مو؟ والله مشترى. اللهم صل على محمد. ايش قد قام تطلب بها؟ ايش قد اندفع لك؟ والله زعمتكم لك 3 دولارات 90 3 دولارات 90 تنقاية. وايش قد فصلتها ليش؟ ليش ما بيع سليم؟ ما بعرف والله، انباع مع بعض اللحم الفجين. ايه اليوم السوق يعني الخروف احسن من كل مره. اه بضعه خفيفه بعد ب 70 75. اللهم صل. اي والله. ابى ال 45 ايش ثاني يعني؟ 55 53 54 اي نعم. باع من 70 ل 75. ابى ال 45 قام ينباع على الليره التركيه مو؟ الليره التركيه. مش قد يعني؟ ما شفت شيء ينباع. اي نعم. يعني بس حسن الناس كله على الدولار انباع. اي نعم كله على الدولار. اي كله على الدولار، ينعم حسن كله على الدولار. اللهم صل على محمد. ينباع ب 93 ل 95. نعم. انعجى رياض النجم باع العشرتين ب 99. ما شاء الله تبارك الله. بس ما بي منها. اي نعم. لحم اول. نعم. وهاي الغنم مخصوص يدفعون بها 85 على التركي. 85 على التركي كلها جبارة. كلها جبارة. ما شاء الله تبارك. دولارات و10 على الدولار. اللهم صل على محمد. بين اوزان 63 64. ما شاء الله تبارك الله. مقوي قلبك ابو سليم ما تريد تبيع فورا. ما احنا باين. انا مهنة. الله يرزقك يا رب. شيء طيب لك على المهنة. اي والله بضاعة حلوة ما شاء الله تبارك. هاي من بعد ب 99 ليره وزنت 52 كيلو ما شاء الله تبارك الله. مبيوعه ب 99 ليره تركي على الكيلو يا شباب. موزنه 52 كيلو الصلاه والسلام على رسول الله. ما شاء الله تبارك الله. هاي يا شباب اندفع بها 85 على الكيلو جباره وما انباعت. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 85 ليره تركي على الكيلو جباره وما انباعت وما تم البيعها. البضاعة الصلاة والسلام على رسول الله والله يرزق الجميع. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، اضغطوا لي على زر الاشتراك. والله تحسون يا حسون يا ابو عيون. اللهم صل على محمد. ايش قد قام تطلب يا حسون؟ والله طلب 85 اعطوك شيء دفعوا لك شيء؟ لسه والله ما صار بها دفايه لسه. ايش قد بها اوزان حسون؟ شيء 65 كيلو. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الله يرزقك ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله خوش نعجات بضاعة زينة. تجارة ها تجارة مشتري مشترى مو؟ اللهم صل على محمد. الله يرزقك يا حسون. كويس السوق كويس اليوم في بيع مشترى. خروف اليوم منيح. بي طلب على الخروف. اهلين. اهلين بالشباب اللايكات. هذه ما بيها.
79 اللهم صل على محمد. خمس روس اللهم صل على محمد. ما شاء الله تبارك الله. شو حسن عاد الاتفاقات بس الدفع يعني مدة الدفع بس على 79 ليرة تركيا الشباب انباعنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. انباعت انت جاي اخر الناس يا زلمة. سامر ها عند ابو سمرة صاير يشتغل بالمزاين. ابو سمرة شلونك ابو سمرة شو اخبارك حبيب الله يسعدك. ما شاء الله تبارك الله. شلونك شو اخبارك شلون امورك؟ شنو هذا ثنايا ورباعية ما شاء الله تبارك. اللهم صل على محمد. بين عشرة كلهم كفالة اللهم صل على محمد. ايش قد طالب بين ابو سمرة؟ والله جاء نطلب بهن 280 دولار. اللهم صل على محمد. ما دفعوا لك شيء ما اعطوك شيء؟ ما دفعوا لك شيء بهن؟ اعطونا 250 يا اخوان. اللي دفع بهن 250 دولار. اللهم صل على محمد. زين قام يندفع ما شاء الله 250 يعني دفعها زينه. لانه امبارح وصلنا حطينا نحط حاله على هاتفنا. اي نعم بس نحط لك يعني حاله على الفيس وعلى اليوتيوب وعلى على كل التطبيقات. والفصل 265 دولار الله يربح اللي يشتري. 265 فصل. فصل نهاية. وعشر كفالة يا شباب يعني ترى ترى خالص يعني حقهن يعني بس مطرت الدنيا يا عيني عليك. نعم اللهم صل على محمد. الله يبعث الخير والمطر يا رب. امين بجاه اسم الكريم. هسه في شباب يقولون دائما ابو حمزه تقول ان شاء الله يطلع السوق ان شاء الله. احنا يهمنا البيع والمشترى. نعم لا الغلاء ولا الرخص لان الرخص يضر ناس والغلاء يضر ناس. بس صار تداول زرع وقلع مثل ما يقولون اهل ادلب خلاص الامور تمام. اللهم صل على محمد. اقولة الادلبي ايه اقولة الادلبي انت تقول في لايف لي هاي عند عمنا الذيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. كلها عشر عمية اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ما شاء الله تبارك الله. فتاية ها كلهن ان شاء الله. شقد قام تسومون عمي ابو محمد؟ 8000 الطلب. نعم ما ندفع لك شيء ما اعطوك شيء؟ والله قاعد نسوي 6000 قام يندفع لي. اي نعم بنفاية اثنين. نعم اللهم صل على محمد. زين السوق اليوم عمي ابو محمد؟ ما هو كل شيء ها؟ اللهم صل على محمد. يا ابو صالح شو عم تاكل باذنجان يا ابو صالح؟ الله يعينك يا ابو صالح. الله يجزيك الخير عمي ابو محمد. شو اخبارك؟ والله من زمان ما شفناك مشتاقين لك. ايه شفتك قاعد في البستان. ايه يا الله يا رب. الله يحفظك عمي ابو محمد. ما شاء الله تبارك الله يا شباب. هاي معزه عند اخونا ابو عزو شعبان الدلال ابو عزو. ما شاء الله تبارك الله. اهل الجزيره يسمونه معز عارضي بوعد كاتب لي التعليقات من الشباب تحياتي لك الله يسعدك. يقول هذا معز عارضي ما له علاقه بالمعز السويسري. طبعا انا يا شباب قلت لكم المعلومه اللي اعطيتكم اياها معلومه شايفها على اليوتيوب وقراتها كذلك على منتدى انه هذا اصله المعز هذا والمعز السويسري اصله سلاله واحده. فبي شاب من السعوديه عم يراسلني يقول لي لا هذا المعز اسمه المعز العارضي. اين اللهم صل على محمد. بس ما شاء الله هذا المعز يتميز بالمناعة القوية ويتميز بأنه يتكاثر بسرعة مثل الأرانب. اللهم صل على محمد. أيوة والله إيه مثل الأرانب يتكاثر بسرعة. اللهم صل على محمد. ما في مشكلة كلها خلقة الله. إيش قد طالبين بيه؟ إيش قد مدفوع لكم؟ اي نعم هسه احنا في مروس هذين احنا الحزب 1100 دولار. اللهم صل على محمد. ودلال وين ودلال مو شربان شاي وين ودلال دلال ظالم نعم. ها لا بالله معدل ابو عز وما علي والله ما نقبل كانوا قاعد يهددك من ورا الكاميرا يعني شفتني تراجعت شفتك غيرت رايك. الله بس احنا الهل بني ادم ايه هذا اسمع
صافي الله يسامحه. هسه بعتون كفالة عشر مو كلهن يا خاي؟ حانيات بعناهن مع مجنوي حليب. اي نعم. ما بي كفالة عشر. احنا انا عارف انهن منين يعني. ايوه انت حان الشارع عيد على الوحده. اي نعم. اللهم صل على محمد. معروضات للبيع ولا لا؟ للبيع. اللهم صل على للبيع ب 100 100 ربح نبيعهن. اي نعم. شغل تجارة يعني. ايه واذا تشتريهن ابو حمزان بيعها. نعم. طفيها الكاميرا. نعم. من ورا الكاميرا هاني مثلي مثل الناس ما اشتري لي على الكاميرا. هيا نبيع على الكاميرا. اللهم صل على محمد. رز واحد ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على محمد. ضرار زينة. الصلاة والسلام على رسول الله. زينات يا شباب. فتاية مو كلهم فتاية؟ اول بطل. كلنا اول بطل. جداع. اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك الله. الله يرزقكم يا شباب. الله يسلمك يا رب. انت ما يزعلون منا متابعينا بالخليج. خلاص عارضي عارضي خيو. هذا ما عز عارضي خلاص. لا تزعلون. العالم خيو. انت ترى الشيء بدون حاجه بس. لا ودي بدون حاجه بس ادفع مصاري. والله حق ابو يفرح لك. والله ما جره الا والله على راسك. يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو انت حبيب مش راح اقول لك يعني بلس بده يعني شغل بالعربي بلس بده شغل مو بعيد. معجتين عشر شباب ما شاء الله تبارك الله. نعطي 600 دولار ونعطي ظهر 500 ليره تركوت جاتك ما يشتغل 650. انا اقول له بنصب قلت له ما نسمع وهل زي ما عم يقول له ب 650 اشتري واذا ما باع تضرب العود. لا يضربك ولا لا 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 طلعت طلعت لا تخاف. اللهم صل على محمد. شنو سنن شنو سنن انعجات؟ عجات 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 اي نعم بس انعجة يا ابو جهاد. انت سلم من ابو عبده يستاهل. انت تعرفني ارض الغريب الغريب. زين عم بيقول عم بيقول 6.5 عم بيقول قاعد ينطونك بديل. لا والله انا قاعد ادفع مصاري. والله 650 نبدي. هذا البازر عن عجتين عشارة شباب شكر. خشنات زينات ماشي حالها يعني مهن حبة مي ناعمة. اللهم صل على اسمع لسه انا اقدر عليك 30 حاجة تخضون ودمون عليك ما أنا ودمونك إن شاء الله ابن عمك ما ودمونك لا 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 يا عم نقدر عليه. لا انت الحبيب زين نقدر عليه. الحبيب زين نقدر عليه. حقناك خيول حقنا يعني والله نبيع. حقناك خيول حقنا. لا والله يا احمد. لا والله يا احمد. لا والله اشرب معنا الكاسه يا حبيبي. يا احمد ما عم ادفع شيء من جيبي. والله شفت كل اللي عليك حرام ما تعرفوش. عش قنطر لا بالله الغص بيدك. يا ابن عمي مرحبا. صلينا على محمد. طول بالك يا محمد. أزلمة جاي يقول جاب الستة. والله 5.5 أنا عبد له لا بعيد عبد إيه والله. هيا ول حزبي 75 دولار ما. هيا ول حزبي. والله الله يبعد لك حكي. الله يبعد لك. هيا ول حزب الدفاع. ول حزب الدفاع. أنت بورت العالم كله ضل لك 20 دولار. الله وقيلك ما له مصلحة. لك هل 20 دولار ضل لك؟ مضبوط ولا لا؟ طيب خلنا تطبعها توي شوي تنا تخلي حدا غيرك. هذا سوقنا اليوم يا شباب. الله يجزيكم الخير ويعطيكم العافية. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد. تحياتي لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.